السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد في قناه مريم الفيلالي نتمنى تكونوا كاملين بالف خير يا رب وفي صحه جيده ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله آه اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي هو مفيد بزاف بزاف كيف ما كتعرفوا يوميا كنبقاو نسولوا راسنا اشنو غادي نطيبوا الغدا اليوم في هذا الفيديو فيه وجبات الاسبوع من الاثنين حتى الأحد وجبات اقتصاديه وسهله ومتنوعه وصحيه أه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم تفرجوا في الفيديو للاخر باش تشوفوا الوجبات كاملين وكنتمنى اللي اول مره كتشوف القناه ديالي تشترك وتفعل الجرس وتخليوا لي تعليق رائع ولايك باش دائما نقدم لكم الجديد والافضل وشكرا فرجه ممتعه ما كتشوفوا غادي نبداو يوم الاثنين بواحد الطويجين اللي كيجي لذيذ بزاف بزاف وصحي طاجين ديال الشطون او السمك يمكن لكم ديروا سمك السردين في بلاصتو تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير عندي هنايا السمك ديال الشطون يمكن لكم تستبدلوه بالسردين اللي عندي اللي نقيته وغسلته وزودت له الشوكه كيف ما كتشوفوا او السنسول وغادي ندير معاه هاد الخضر هادي عندي هنا البطاطس اللي مقطعة على شكل دوائر وعندي الطماطم الصغيره اولا طوماط صغير اه, طوماط سوغيز عفوا وعندي الفلفل وعندي هنايا صلصه ديال الطماطم يمكن لكم تطحنوا اه, واحد الحبه كبيره ديال الطماطم اولا تستعملوا الصلصه بحال هادي وقزبر ومعدنوس ثلاثه الفصوص ديال الثوم كبار والحار والليمون مرقد أو اه, اولا مخلع على حسب الذوق ديالكم بالنسبه للتوابل عندي الكمون واحد الملعقه ديال الكمون ملعقه ديال البابريكا القليل من الكركم القليل من الفلفل الاسود او الزنجبيل وهادو عندي هنايا توابل السمك اللي كيجي رائعين جدا مع السمك كيتواتاو معاه عندي زيت المائده والملح على حسب الذوق غادي نجيبو الطاجين ديالنا وغادي نوضعو فيه الزيت كيف ما كتشوفون وضعوا فيها ديك صلصه الطماطم يمكن لكم البنات طحنوا واحد الحبه ديال الطماطم كبيره طحنوها ويتوضعوها في بلاصه هذيك الصلصه بالنسبه لي ما عندهمش الصلصه وغادي نوضعوا الربيع كيف ما كتشوفوا وغادي نحكوا هذوك الفصوص ديال الثوم وغادي نوضع النصف ديال هذوك التوابل الملح على حسب الذوق نحاول انني نحركهم هكا صافي غادي نبدا نستف في البطاطس ديالي يمكن لكم الجزر البنات الا بغيتوا ديروا الجزر ديروه هو الاول عاد فوق منه البطاطس كيف ما كتعرفوا هو كيحتاج على البطاطا ونبداو نستفو في السمك ديالنا هكا من الفوق هاد الطاجين سريع البنات دغيا كيطيب وصحي كيف ما كتشوفوا وضروري انكم في السيمانه تدخلوا الاسماك ولو جوج المرات ولو غير جوج المرات على الاقل كيف ما كتعرفوا الاسماك هي اللي مفيده بزاف بزاف للجسم ديالنا هي مفيده اكثر من الدجاج او اللحوم الحمراء من بعد ما استفنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل غادي نجيبو دوك التوابل اللي بقاو نوضعوهم من الفوق على السمك باش ما كيجيش ينا السمك بيض من الفوق من كيطيب كيجيو فيه حتى هو التوابل وكنقادو هذوك الحبات ديال الطماطم في الجوانب تزيين فقط يمكن لكم تقطعوا طماطم كبيره على شكل دوائر وتوضعوها في الفوق وضعوا هذاك الحار بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار وقطع ديال الليمون الحامض صافي وكنوضعو على نار قليله ومهيله ما كنضيف ليه لا ما لا حتى شي حاجه غير نار قليله كيطيب كيطلق الماء ديالو كيجي على هذا الشكل كيجي لذيذ بزاف 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 البنات جربوه على حسابي بهذه الطريقه ديالي نتمنى ان الاعجاب ديالكم وهاي الوجبه ديال اليوم اثنين واجده بالنسبه ليوم الثلاثاء البنات عندي واحد الصينيه ديال البطاطس بالدجاج في الفرن بواحد التتبيله مختلفه اللي كتجي لذيذه لذيذه بزاف البنات تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير في واحد الطنجره غادي نوضع الزيت المائده شي جوج معالق ولا ثلاثه غادي نوضع واحد البصله متوسطه مفرومه مع الثوم محكوك جوج فصوص كبار ديال الثوم محكوكين وقطع ديال الدجاج على حسابكم على حساب افراد الاسره ديالكم شحال او بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الكركم الزنجبيل فلفل اسود القليل من البابريكا والقليل من توابل ديال الدجاج كيجي ولدادين والثوم والمعدنوس والقزبر وغادي نحركهم في هذه التوابل مزيان وغادي نضيف واحد الملعقه نصف ملعقه صغيره ديال مركز الطماطم كتجي هاد التتبيله مختلفه البنات مبدله وكتجي لذيذه بزاف بزاف جربوها على حسابي وغادي نبقاو مستمرين في التحريك وغادي نضيفوا الملح على حسب الذوق نبقاو نحركوا هاد الشيء هذا حتى تشرب التوابل هذاك الدجاج وتدبل لنا هذيك البصيله دوب شويه صافي من بعد غادي نمرق غير بواحد الكاس ديال الماء صافي وغادي نخلي هاد الدجاج ديالي يطيب الاثناء عندي البطاطس اللي قطعتها على هاد الشكل نقيتها وغسلتها وقطعتها على شكل دوائر يكونوا متوسطين مغلاد مرقاق ومن بعد ما طاب لي الدجاج كيطيب بسرعه البنات هاد الاكله سريعه بزاف كيف ما كتشوفوا غادي نزول هداك الدجاج وهذاك المرق غادي نوضع فيه البطاطس وغادي نغلق عليها الطيب غير في الطنجره الا وضعت الا استعملت طنجره الضغط راه خمسة دقائق كتكون واجدة من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا غادي نجيب واحد المول اللي كيدخل الفرن غادي ندهنو بالقليل فقط واحد الزيت آه شويه ديال الزيت غير نقيطه وغادي نستف فيه هذيك البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا طابت ما تخلوهاش حتى تعجن صافي كتشوفوها يعني طابت دخلها الثياب صافي كتزولوها وغادي نوضع من الفوق هادوك القطع ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا عرفتي كتجي لذيذه بزاف بهاد اه بهاد التوابل البنات كتجي مختلفه ومن بعد ما خرجتها من الفران وخليتها حتى تحمرت مزيان من الفوق كيف ما كتشوفوا الدجاج محمر والبطاطا تحمرت وقدمتها مع ديك الصلصه اللي بقات ليا على البطاطس ديك المريقه اللي بقات وكتجي لذيذه وها هو الطبق ديال اليوم الثلاثاء واجد نتمنى ان لا اليوم الاربعاء عندي واحد وجبه الغداء اللي هي متنوعه ومتكامله العدس والسمك وش سلطات مختلفه غادي نبداو على بركه الله عندي فواحد الطنجره ديال الضغط غادي نوضع واحد الكميه ديال العدس انا وضعت هنا غير 250 غرام على حسب عدد افراد الأسرة ضفت له الثوم واحد البصله متوسطه اللي شلتها او اولا قطعتها قصبر ومعدنوس طماطم وواحد الملعقه صغيره ديال الطماطم المركزه وغادي نبدا نضيف التوابل مباشره وغادي نضيف زيت المائدة وانا هنايا في العدس كندير الطريقة ديالي كندير خليط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون حيت كيتواتى زيت الزيتون مع العدس كيجي فيه لذيذ بزاف وغادي نوضع واحد الملعقة صغيرة ديال الكمون ملعقة صغيرة ديال الكركم نصف ملعقة صغيرة ديال الفلفل الاسود او الابزار والبابريكا او التحميرة والملح على حساب الذوق صافي وغادي نزيد مباشره الماء وغادي نسد عليه يطيب على نار مهيله باش كيجي لذيذ الا بغيتو تجيكم الماكله لذيذه ديروها بكري وديروها على نار مهيله كطيب على خاطرها ودوك التوابل كيجو لذاد وغادي نرافقو مع السمك كيف ما كشفتو يمكن لكم البنات ديروا اي نوع ديال السمك متوفر عندكم انا كافكار كنعطيكم فقط آه هذا السمك شطون بحال السرديل هو كيجي رقيق غادي نوضع له التوابل ديالو غادي نوضع له شوية ديال البابريكا أو التحميرة قليل من الكركم قليل من الفلفل الأسود أو الكمون واحد الملعقة صغيرة ديال توابل السمك والملح وغادي ندير قطرات ديال يا اما الليمون الحامض او لا الخل على حسب اللي متوفر عندكم ونخليه جانبا يتشرب التوابل غندوزو باش نحضر واحد السلطه ديال الخضر اللي ساهله آه غادي نوضع جزره عفوا وغادي نقطع على شكل مربعات هي جوج حبات ديال البطاطس وغادي نضيف لهم واحد ثلاثه حتى ربعة المعالق ديال الرز كميه كتبقى ديما على حسب عدد افراد الاسره ديالكم ونضيف ليه الماء ورشه من الملح ونخليه يطيب إيه وفي هاد الاثناء غادي نوجد واحد العصير اللي هو ساهل وكيف ما كتعرفوا هاد الايام توفر موجود يعني موجود هذا الليمون الحامض او الحامض نستغلوه في الوقت ديالو كتعرفوا فيه فيتامين سي وفيه بزاف ديال الفوائد للجسم ديالنا عصرته هنايا بهذه الطريقه حاولوا انكم تزولوا هذاك العظم او العلف ديالو حيت كيطلق المروره وغادي نضيف له واحد الكميه ديال الماء وغادي نضيف له السكر سنيده على حسب الذوق ضيفوا السنيده وحركوا وذوقوا شوفوا واش هو هذاك يعني واش بغيتوه هو هذاك اولا تزيدوا على حسابكم وغادي نضيف ليه وريقات ديال النعناع حيت كيتواتى المذاق ديال النعناع والليمون الحامض وندوز باش نحضر واحد السلطه سلطه سهله مهله بالخص والطماطم والبصل كتواتى مع السمك ومغذيه وصحيه غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال زيت الزيتون رشه ديال الخل والقليل من الملح القليل من الفلفل الاسود وغادي نخلطها وهي واجده من بعد ما طابت الخضر والروز، غادي نزيد لهم القليل من الفلفل الاسود القليل من الملح وغادي نضيف ليهم المايونيز وغادي نخلط كل شيء صافي ما ضفت لا طون لا والو وها هي وجبه الغداء عندنا متكامله وكتجي رائعه ولذيذه وكنقول لكم دائما حاولوا انكم تدخلوا القطاني ولو غير مره واحده في الاسبوع وجبه كيف ما كتشوفوا سهله ماهله واقتصاديه بأطواق باطباق اطباق عفوا جد سهله نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم بالنسبه ليوم الخميس البنات درت اللحم بالسفرجل على الطريقه ديالي كيجي لذيذ لذيذ بزاف البنات بهذه الطريقه غادي نحتاج اللحم عندي هنايا الاضلاع ديال الغنمي والكميه كتبقى على حسابكم على حساب عدد افراد الاسره بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الفلفل الاسود الزنجبيل قليل من القرفه والكركم أو الخرقوم البلدي وغادي نحتاج واحد دويمة ديال الزعفران يمكن لكم ديروا الزعفران الا كان عندكم الحر والثومه وقصبر ومعدنوس واحد الكميه مهمه واحد الكاس ديال الماء والملح على حسب الذوق اول حاجه غادي نجيب واحد الاناء وغادي نوضعوا فيه هاد التوابل هاد الطريقه البنات صدقوني كيجي كي بها اللحم لذيذ بزاف بزاف وسيرتو الا كانوا عندكم الضيوف ولا شي حاجه كتجي ديك المريقه معلكه وكيجي لذيذ بزاف غادي نضيفوا ليه واحد الكاس ديال الماء لهاد التوابل ونخلطوهم مزيان في هاد الاناء ونجيبوا هداك اللحم ديالنا كيف ما بغيتوا اللحم اضلاع أو اللحم عادي من اي جزء بغيتو وغادي نقضوه في هذا الشرموله ونخليه واحد الساعه على الاقل وغادي نجيب واحد الطنجره ديال الضغط غادي نوضع فيها واحد البصله كبيره مشلضه اولا مقطعه مربعات صغيره ونوضع فيها اللحم ديالي ونضيف ليه هذيك الشرموله اللي تبقات ونوضعو على النار ونخليه يتشحر مع التوابل ومع البصيله وندوزو باش نحضروا السفرجل اللي غسلته وقطعته وضعته في الماء وغادي نوضع عليه سلقته غير نص السلقة هنايا وعاد غادي نوضع عليه القرفه والسكر ونرجعو على البوطي يكمل الطياب ديالو وبالنسبه كيف ما كتشوفوا ها هو كيتشحر وكيطلق ديك المريقه ديالو لذيذه عاد حتى كيتشحر واحد شويه شي خمسة دقائق عاده كنزيدو ليه على نار مهيله عاد كنزيدو ليه الزيت البنات واحد ربع كاس ديال الزيت اولا على حسب الذوق ديالكم ونخلوه يزيد يتشحر حتى تبدا ديك البصيله تبان لكم صافي دابت في ديك المريقه بهذا الشكل البنات كيجي اللحم لذيذ لذيذ بزاف وغادي نضيف ليه واحد الكاس ديال الماء عامر وغادي نسد عليه ونخليه على نار مهيله وقليله حتى يطيب على خاطره انا 45 دقيقه كان طيب والصفرجل ديالي ها هو كيطيب صافي من بعد ما حليت عليه وقلبته بالفرشاة لقيتو طاب مزيان غادي نأخذ القليل من المرق وغادي نضيفه على السفرجل من بعد ما طاب ليا باش كيجي داك السفرجل لذيذ دا وكيتشرب لينا ديك المريقه بدك التوابل ديالها صافي وكتكون وجبه الغداء ديال اليوم الخميس واجده وكتجي لذيذه وكنخليو هذيك المرقه حتى كتزيد كتعلق شويه وكتجي مدغمره ورائعه البنات صدقوني هاد الطبق الا قدمتوه للضيوف ديالكم غادي يحمر لكم وجهكم على حسابي جربوه كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وغادي نزين بالصفرجل يمكن لكم ديروا معاه اللوز ايفيلي تزينوه باللوز ايفيلي وها هو الطبق ديال اليوم الخميس واجد كيف ما كتشوفوا فاليوم الجمعة وهو اليوم الوحيد اللي ما غادي نسول اللي ما غاديش نسولو راسنا شنو غادي نديرو اليوم الغدا حيت معروف كأي دار مغربية اليوم الجمعة كنديرو كسكسو بالنسبة للكسكسو على الطريقة ديالي ما غاديش ندير الخضر بزاف البنات غادي نكتفي غير بالجزر فقط وغادي ندير واحد القبطة ديال المعدنوس وقزبر بصلة مشلضة طماطم محكوكة وعندي الحمص اللي ديجا مرقد والسمن والدجاج على حسب عدد أفراد الأسرة والتوابل الفلفل الاسود الكركم او الخرقوم الزنجبيل ملحة وعندي شوية ديال الطماطم المركزة واحد شوية نص ضامة ديال البقر غادي نجيب واحد الطنجرة نوضع فيها الزيت والتوابل والبصل والطماطم وهذيك القبطة ديال القزبر ومعدنوس توابل واحد الملعقة صغيرة ديال السم وهذيك الملعقه الصغيره ديال الطماطم المركزه كتجي لذيذه وغادي نخليهم يتشحروا مزيان على النار وغادي نضيف الماء ونخليه حتى يغلى عاد نضيف الحمص والخضر او الخضره الخضر ديالي اللي عندي هنايا غير الجزر فهاد الاثناء غادي نوض... غادي نحضر البصله بالزبيب او لا غادي نوضع البصل ونزيد عليه واحد ثلاثه المعالق صغار ديال السكر ملعقه ديال الزنجبيل صغيره شويه ديال الابزار جوج معالق صغار ديال القرفه شويه ديال الكركم او لا الخرقوم وشويه ديال الملح وواحد المعلقه صغيره ديال السمن وشويه ديال الزيت واحد جوج معالق ديال الزيت المائده وغادي نوضع الماء وغادي نوضع الزبيب او العنب مجفف وغادي نوضعو يطيب من بعد ما غلى ليا المريقه كيف ما كتشوفوا غادي نوضع ليها الجزر و والحمص وغادي نخصد عليه ونخليه يطيب كيف ما قلت لكم الكسكس ديالي ساهل ماهل ما فيه لا تفوار لا تبخار ما فيه لا تمر لا والو وما تخافوش البنات راه كيجي طيب بحال بخرت ايه بحال فورتيه عفوا انا هنايا غادي نوضع جوج كيسان على حسب عدد افراد الاسره وغادي نوضع جوج معالق ديال زيت المائده وغادي نوضع الملح وغادي نحاول انني نلبس هذا الكسكس كامل بهذاك الزيت وغادي نجيب الماء طيب على حسب الكميه اللي وضعتو ديال الكسكس على حسب الكميه اللي وضعتو ديال الماء طيب يكون طيب مزيان البنات غليان وبسرعه كنغطيو هذاك الاناء بواحد السرعه تكون حتى انا الطبسي اللي غادي نغطيو به كنطلع على المريقه ديالي من بعد ما طابت و والبصله بالزبيب حتى هي طابت كيف ما كتشوفوها البنات ها هو الكسكس ديالي صباح جاهز بلا تماره بلا عذاب بلا برمه بلا كسكاز كيكون واجد غادي نضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال السمن باش كيجي لذيذ ونحركو مزيان غير هو البنات ردوا البال القضيه ديال قد الكيسه اللي درتو ديال ديال الكسكس قد الكيسه اللي ديرو ديال يكون غاليان مزيان ويكون حداكم شي اناء باش تغطوه بسرعه صافي ودابا كندوزو لوقت التقديم كنقادوه في طبق التقديم وكنديرو نسقيوه المره الاولى ومن بعد كنحطو الدجاج في البلاصه ديالو ندير واحد الحفيره في الوسط وكنزينو يمكن لكم ديروا اللافس ديروا القرعه الحمراء او القرع الاخضر انا بالنسبه لافراد الاسره ديالي يأكلوا غير الجزر فقط في الكسكس صافي كنزيد نسقيه المره الثانيه وكنوضع هذاك الحمص في الجوانب كيف ما كتشوفوا المريقه ديالو كتجي خاسره ولذيذه صافي كنوضع هذيك البصله بالزبيب اولا التفايه فكنزين بها وهو الكسكس ديالي جاهز قدمته مع اللبن ومع ذوك المقبلات نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم على شكل على الطريقه ديالي بالنسبه للوجبه ديال اليوم السبت البنات سهله ماهله وسريعه واقتصاديه جدا البصارة على الطريقه ديالي مع البطاطا حلوه والسمك غادي نحتاجوا ليها عندي غادي نحتاجوا لها الفول يابس او الجلبانه يابسه يمكن لكم ديرو حتى جلبانه كتجي مزيانه وعندي واحد الحبه ديال الطماطم مقطعه الى صغيره عندي حبه كبيره ديال البصل اللي قطعت على هذا الشكل بالنسبه للتوابل عندي الكركم عندي الفلفل الاسود والبابريكا والكمون فصوص ديال الثوم ملعقه صغيره ديال مركز الطماطم واحد نصف ضماء ديال البنه عندي بنكهه البقر وزيت الزيتون والملح غادي نجيبو طنجره الضغط غادي نوضعو فيها دوك العناصر كاملين اللي سبق لي وذكرت معكم ونزيد الملح ونزيد زيت الزيتون وغادي نزيد الماء البنات وغادي نسد عليها حتى طيب على خاطرها من الطيب غادي نطحنها ونوضعها في الطويجين او لغيف الطنجرة وزيدوا شحروها واحد شوية وزيدوا لها زيت الزيتون من الفوق وها هي واجده وغادي ندوزو باش نحضروا البطاطا حلوه البنات في الفرن كتجي لذيذه بزاف صدقوني انا ما كنتش كناكلها نهائيا ومني جربت هالطريقة الطريقه ما بقيتش كنشبع منها كتجيني و... لذيذه بزاف البنات جربوها على حسابي غادي نديروا لها من الفوق غير واحد رشيشة ديال الملح واحد الخطوط من الفوق ديال الزيت المائده وغادي ندخلوها الفرن حتى طيب على خاطرها وتحمر دغيا كطيب البنات ما كتعطلش صافي ومن بعد غادي عندي هنايا قطع ديال السمك كانوا بقاو ليا من واحد الطويجين غادي نوضع عليهم التوابل ديالهم غادي نوضعهم في الطحين ونقليهم مباشره صافي وهالوجبه ديال اليوم السبت واجده كيف ما كتشوفوا من بعد ما شحرت هذيك البيصار في الطويجين والحوت من بعد ما قليته كتشوفوا البطاطا حلوه كيفاش كتخرج من الفران رائعه صافي زينت من الفوق بخطوط ديال زيت الزيتون نتمنى تعجبكم بالنسبه ليوم الاحد كيف ما كتشوفوا طيله الاسبوع كان يوم من الطاجين المرقه كنحاولوا ان نبدلو بشي حاجه هكا خفيفه آه كنقترح عليكم هاد وجبه غداء سهله وخفيفه غادي نحتاجوا ليها الصدر ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا الكميه كتبقى على حسابكم عندي هنايا واحد 400 غرام وبالنسبة للتوابل عندي توابل تيو الدجاج فلفل أسود أو لبزار الزنجبيل آه كركم والقرين من البابريكا والملح على حسب الطوق عندي واحد الملعقة كبيرة ديال المعدنوس جوج فصوص ديال التوم مفرومين واحد الملعقة كبيرة ديال ديال الياغور الطبيعي بدون نكهة وصلصة الصوجة إلا ما كانش عندكم بلاش ممكن أنكم تستغنوا عليها غادي نوضعو هاد التوابل في الدجاج واحد الملعقه كبيره ديال صلصه الصوجه وصلصه الصوجه مالحه ردوا البال الملحه وغادي نعصر قطرات ديال الليمون الحامض صافي وغادي نخلط هاد صدر الدجاج هاد القطع ديال صدر الدجاج مع التوابل مزيان ونخليهم جانبين يتشربوا هاد التوابل على الاقل واحد الساعه ولا ساعتين ولا يمكن لكم تبيتوهم في هاد التوابل غادي ناخذ البطاطس عندي هاد الصغيره وغادي نسلقها في الماء مع القليل من الملح ما تسلقوهاش البنات حتى حتى تهرى يعني حتى تبقى راسها من بعد ما سلقتها صفيتها وضفت لها القليل من المعدنوس واحد الملعقه ديال زيت المائده كان لكم ديرو زيت الزيتون والقليل من الفلفل الاسود قليل من البابريكا والملح على حسب الذوق ونحاول انني نحركها هكا غير بالكاسرونه اولا بداك الاناء اللي فيه صافي ونخلوها حتى هي جانبا حتى تشرب هاد التوابل ديالها وغادي نجيبو القرع الاخضر حتى هو كيجي طيب في الفرن هاد شي كامل ان شاء الله غادي نطيبوه في غير في الفرن فقط سيا نديرو القليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح واحد خط رقيق ديال زيت المائدة او زيت الزيتون من بعد ما ترقد الدجاج ديالنا كيف ما كتشوفوا غادي نجيب القليل من الفلفل مقطع والبصل والطماطم وهاد القطبان ديال العود اللي ديجا كنت مرقداهم في الماء باش ما يتحرقوش لكم في الفران البنات ترقدوهم من قبل في الماء باش يديروا شي بانيو فيه الماء ورقدوهم فيه شي نص ساعه واستفتم هكا على هذا الشكل في الفرن ودابا غادي نستف البطاطس والخضر اللي عندي وغادي ندخلهم يطيبوا دغيا كيطيبوا البنات ما كي الوقت بزاف في الفرن من بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا انا رافقتهم بالارز ديجا دايره معكم في القناه عده مرات الرز بلي قامه كيف ما كتشوفوك اكله صحيه وسهله